برايم ومنستقبل هلا النجم الحلوة صوفيا المريخ. بتحسي انه ارتباطك بستار اكاديمي مستمر بعد مرور 8 سنين على مشاركتك بهالتجربه؟ هو اكيد مشوار الفن هو مغامره طويله اصلا وكثير صعبه، بس الواحد بالمثابره والشغل بيقدر يتجاوزها كل هول الصعوبات. ما بنسى انه بلشت من هون من ستار اكاديمي، وعلى طول ضلني عم برجع على هالمسرح، بنبسط كل مره ارجع عليه. فاكيد نحن بنبسط نستقبلك على طول عنا على مسرح ستار اكاديمي. شكرا لك صوفيا، اهلا وسهلا فيكي. بريك مشاهدينا ومنتابع البرايم الثالث، دونت جو اواي.